يعطيكم العافية، شو تكونوا مبسوطين ومرتاحين. تحديث داخل جديد، سيارة جديدة من جي تي اي اونلاين. خليكم معنا، اجمل مقطع كل شيء تحديث جديد حاحكي عنه. علينا نزلوا كمان الدايموندز. هيدي هي السيارة تعيد مكافحة البرغش، حقها تقريبا 600,000 دولار. خليني اقول لكم وينها. ندخل على السيارات، تعول الورستوك، ننزل لتحت. هيدي هي السيارة اسمها باك ستارز، حقها شي 600,000 دولار، 598 و500، يعني 600,000 دولار. هلا نزلت مجانا. شو بتنعاز؟ ما بتنعاز بشي، ما لها عازة، بس انه كان حقها مصاري وصارت ببلاش. ف مين ما بيحب الاشياء المجانية؟ كلنا بنحب الاشياء المجانية. خلونا نروح نشوف اذا فينا نعدلها وشو في عليها تعديلات. بنروح على لو سانتوس. خليني احكيكم شغلة، هيدي التشانل انا عم نزل عنها كل مقاطع الجيمات من جي تي اي وورز وكول اوف ديوتي وكل الالعاب المجانية، وحتى جي تي اي اذا نزلت الجليتش، وعم بعمل جيف اواي لسيارات. فبتمنى منكم تعملوا اشتراك، لان عندي 89 من المشاهدات منهم مشتركين، وقليل جدا من المشتركين. وانا بعمل جيف اواي، كل واحد مشترك عندي بس يفتح الجليتش النسخ عم بعطيه سيارة. عندي كتير سيارات مهكرة، اكيد انا عم بلعب على البلاي ستيشن مش بي سي. فبتمنى منكم اللايك اذا عجبكم المقطع والاشتراك، وما ننسى تفعيل الجرس. ليش تفعيل الجرس؟ لان اذا ما فعلت الجرس ما حيجيك نوتيفيكيشن تنبيه واشعار، وما حتعرف انا نزلت هالمقطع الفيديو او هالجليتش. لتكون انت اول واحد قبل ما يقفل الجليتش لتلحق حالك وتنسخ وتساوي الجليتش. خلينا نفوت على لو سانتوس. بدي احاول افتح السيارة كلها. خليني افتحها، نفوت على الفيكلز. اول فتحنا السيارة، خلينا نشوف شو في قلبها جوا من الداخل. ما فيها شيء. هيدي هي السيارة، شوف شو فينا نعدل فيها. هذا جزء من الهايست. هلا فوتناها لنشوف شو في بقلبها مميزات. ريبير ريبير ارمور، اوكي مش مهم. البريكس مش مهم، الانجن مش مهم. اضاءه بيلبق للون الاكزالون، اوكي نحط اللون اكزالون. البليت نحط اونست، خليها اوكي. سل ما بتنباع بشي، خليها عالية. تيربو ويلز، يعني ما بعرف اذا بحط افرود اذا بيمشي حالة. تشوف التراك بركي افرود، ما بعرف ما لهم عازة. خلينا نشوف شو في غير عن الدوليب. الويندوز في ما كمان، ما في شيء نهائيا بتغير فيها، يعني منيح اللي جربناها. ما في الضوء الازرق لابق على السيارة، وهي اصلا ما حلوة يعني تغير لونها، خليها هيك. بس ما فيك تعمل لها اي شيء، هيدا زمورة عادي طبيعي. فاذا هيدي هي السيارة المجانية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمقطع، وان شاء الله كل شيء تحديث عن جي تي اي عن جراند حنزل انا. ما ننسى الاشتراك بالقناة ولايك اذا عجبكم المقطع. يعطيكم الف عافية، شو ما بدكم شو ما بتحتاجوا اكتبوا لي بالتعليقات. شوفكم ان شاء الله بمقطع ثاني.